10 تشرين الثاني يوم العالمي للعلوم كامل السلام والتنمية. بسنة 2001 أعلنت الأمم المتحدة عبر اليونسكو 10 تشرين الثاني يوم عالمي للعلوم ساينس كامل السلام والتنمية، والهدف منه هو التعريف عن الدور المهم للعلوم، تحديدا نشر السلام بالعالم وتنمية وتطوير المجتمع تسهيل حياتنا اليومية. كمان هدف هيدا النهار هو التأكيد على دور العلم والباحثين بمجال العلوم على وضع اكتشافات جديدة بتصرف البشرية، وبتشجع اليونسكو الجميع من سياسيين وصحفيين وطلاب مدارس وجامعات وكل الناس يشتركوا بهيدا المناسبة من خلال التبرع المادة لمشاريع علمية جديدة، وكمان يعطوا رأيهم بنقاشات ومواضيع بتفيد العلوم وبتساهم بتطورها، وخاصة خلال الندوات يلي بتم تقديمها عن طريق الانترنت. ولحد سنة 2022، يعني بعد 21 سنة على إعلانه، قدر هاليوم يقدم عدد كبير من المشاريع والبرامج العلمية ويخلق فرص جديدة لتمويل العلوم بكل أنحاء العالم، وكمان فتح بواب للتعاون بين العلم وخاصة العايشين بمناطق نزاع أو مشاكل سياسية. إلى اللقاء بحلقة جديدة وموضوع عالم جديد.